يعني هذه قضية نشأنا فيها، وشهدنا تفاعل الأمة. كانت القضية الفلسطينية في المملكة المغربية قضية تنافس بين الأحزاب السياسية وبين الدولة ساعتها وبين بعض الجهات، من يقدم لها أكثر ومن ينصرها أكثر. كانت القضية الفلسطينية تدق أبوابنا سياسيا هنا في المغرب، هذا هو، لأن هذه هي كانت الأمة قريبة من مرجعياتها، وقريبة من مراحل نضالها، وقريبة من مراحل تضحياتها من أجل الاستقلال، وكانت هذه هي الروح العامة. كل هذا جعلنا نشعر ليس بالهزيمة فقط أمام هذا الكيان الإرهابي الغاصب، ولكن جعلنا فضلا عن كون التطبيع بطبيعة الحال سائرا في اتجاه تصاعد، ووصل إلى بلداننا ومنها بلادنا، ويعني اقترب أو كاد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصل إلى أرض الحرمين. لقد كانت قضية فلسطين مهددة بالموت، ولم يكن أحد يعرف حقيقة ماذا سوف يقع، حتى جاء هذا اليوم المبارك العظيم الكبير الذي هو يوم 7 أكتوبر 2023، الذي قامت فيه المقاومة الفلسطينية، وليس على رأسها حماس، بل حماس. ولا نقول هذا لأننا نريد أن ننزع عن الآخرين فضل المساهمة في المقاومة، ولكن كل شيء يجب أن يذكر في إطاره. الذي قام بهذه العملية هو حماس، ولم يكن يعلم بها أحد إلا قياداتها التي خططت لها وقامت بها، والآخرون انخرطوا في ذلك، وليس في هذا أي عيب، بل هو عمل يعني مشروع ومشرف ومأجور. والطوفان الأقصى حدث غير مسبوق ولم يكن متوقعا، وهذا الطوفان أول ما أحيا القضية الفلسطينية التي كانت على شفا الموت، خصوصا 30 سنة بعد أوسلو، والتي بكينا يومها كالأطفال، لأننا في الحقيقة بفطرتنا قبل 30 سنة لم نكن متفقين على ذلك، ولم نكن لنثق في أن إسرائيل تنحو منح السلم وستسمح يعني لإخواننا الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة مستقلة على حدودها. هذه القضية، هذا الطوفان أيها الأخوة الكرام، أحيا قضية القدس والمسجد الأقصى الذي كذلك كما قلت لكم كاد أن يضيع. فهذه الأمة الإسلامية تقبلت هذا الطوفان بقبول حسن وفرحت به رغم تسونامي الإعلامي المهيمن على العالم. رغم ذلك هذا الطوفان أيها الأخوة الكرام أحيا الحركة الإسلامية. لا تنسوا أننا كنا حديثي عهد بمقتل رئيس دولة من العيار الثقيل والأستاذ محمد مرسي، وأن رئيس الحركة الإسلامية في تونس دخل السجن، وأن الحركة الإسلامية يعني تعاني في الأرض كلها، وأن المغرب انتقلت فيه الحركة الإسلامية وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليها، ينتمي إلى الحركة وإلى التيار من مرحلة المرتبة الأولى إلى المرتبة يعني الثامنة، وهذا نوع من أنواع القتل رغم الأخطاء التي وقع فيها إخواننا. هذا نوع من أنواع القتل الذين قتلوا هذا التيار، ظنوا أن الحركة الإسلامية انتهت وأنها ستزول أو ستصبح هامشية، و
هذا الطوفان أحيا حزبنا كذلك، حيث أنه منذ 7 أكتوبر يشعر المناضلون في حزب العدالة والتنمية والمناضلون في الحركة الإسلامية في عموم الأرض بانتعاشة جديدة، وأن يعني إعادة الانبعاث للقيام بالأدوار التي تهم التي تلزمنا ولا نستطيع الفكاك منها. نحن لا نستطيع أيها الإخوة الكرام أن ننزع هذا الثوب ونرمي به ونذهب إلى بيوتنا لكي نعيش يعني عيشة يعني الطبيعة، لا. هذا إذا فعله اليساريون أو فعله غيرهم فلا يشعرون بالمحاسبة، نحن سنحاسب أمام الله. والأوامر لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والوقوف في وجه الفساد إلى آخره، هذه في القرآن الكريم. أريد أن أقول لهؤلاء اليهود: إنكم اليوم أثبتتم أنكم لستم أهلا لقيادة البشرية، لأن الذي يقود البشرية يراعي اختلافاتها ويراعي تنوعها ويعدل بينها ولا يسرف حتى إن غلب في القتل. وأذكركم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا إذا حاربنا أن نقتل شيخا أو نقتل امرأة أو نقتل طفلا أو نقطع شجرة أو نقتل حيوانا إلا إذا كان سنستفيد منه في الأكل أو في غيره. بهذه الأخلاق انتشرنا في الأرض على مدى 14 قرنا، ولأنكم تفتقدون لهذه الأخلاق ولأنكم عنصريون ولأنكم لا تؤمنون إلا باليهودي الذي أمه يهودية، ففي النهاية سوف تغلبون وسوف تخرجون وسوف ترجعون ليحكمكم غيركم كما كان ديدنكم منذ 2000 سنة، ولقد كنتم يشهد الله بخير نسبيا حتى وإن كنتم تعانون، ولكن يعني كان أمركم مستقرا بصفة عامة خصوصا في هذه المراحل، فذهبتم تقيمون دولة على أنقاض شعب آخر وأرض لا تملكونها وتتصرفون بهذه الطريقة. ها أنتم اليوم تجرجرون في المحاكم الدولية لأن هنالك دولة إفريقية تشجعت وتحملت هذه المسؤولية لما لم يقدر إخواننا العرب ولا المسلمون على تحملها، وهي دولة جنوب إفريقيا. ولا بد رغم الخلاف أن نهنئها على ذلك، ها أنتم تجرجرون ولا تجدون حجة. فلهذا فأنا أقول لكم أنا الذي كنت أؤمل في أن الصلح بينكم وبين الفلسطينيين ممكن في إطار دولتين أو أحسن من ذلك في إطار دولة واحدة كما وقع في جنوب إفريقيا، أقول لكم اليوم لم أعد أؤمن بهذا. أؤمن بشيء واحد وهو أنكم في النهاية ستفقدون قيادة فلسطين وقد تبقون معنا كما كنتم دائما. إذا كنتم تريدون اليوم سلما حقيقيا فقوموا بانتخابات يشارك فيها الجميع ولا تخافوا من الأعداد، الذي معه الصواب سوف ينتصر، وإذا حكمكم المسلمون ستكونون بخير إن كنتم تريدون. طبعا أنتم ستسخرون من كلامي، ولكن أنا أقول لكم كلاما صادقا، أن يسمح لنا بالرحيل كما يسمح للمرتزقة مع الأسف من الجانب الآخر أن يذهبوا إلى ما يسمى بإسرائيل. نحن لسنا مرتزقة، نحن سنذهب بأموالنا وإمكانياتنا. إن منا من يأمل أن يذهب إلى فلسطين فقط لكي يموت مع إخوان غزة، ماشي باش ندخلوا للأنفاق، احنا ماشي وجه الأنفاق ولا نقدوا عليها أنتي ولا لا، احنا صافي لأت الله أعطاه. فلماذا؟ لأنه في غزة شيء اسمه الشهادة، والشهادة شيء عزيز عند المسلم. أعظم المحبين للحياة يتمنون الشهادة، لأن الشهيد بخلاف الآخرين لا يموت بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم ربهم من بعد مفرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ف
فإننا لا ننسى قضيتنا الوطنية الأولى، ألا وهي قضية أقاليمنا الجنوبية. لنبدأ بتوجيه رسالة مرة أخرى لأشقائنا الجزائريين بأن يكفوا عن معاكسة أشقائهم في المغرب، أشقائهم المغاربة، الدولة شقيقتهم المملكة المغربية، عبر أداتهم الانفصالية ضد المغرب. ألم ينتبهوا أننا جميعا مهددون، وأن أملنا الوحيد في الصمود ووحدة دولنا وشعوبنا، والحد من التفرقة والتقسيم والتكاتف اللازم لمستقبل لا يعلم إلا الله، خصوصا وهم يرون أن مؤامراتهم على مدى 50 سنة لم تجدهم نفعا، وأن أفضل من ذلك بكثير إصلاح ذات البين بين الإخوة وحل المشاكل داخل إطار الأخوة والجوار، خصوصا وأن الأيام والأحداث والسلوك الراقي لدولتنا مع رعاياها الصحراويين ما فتئت تقنع الدول والمؤسسات. ما نتكلمش على أهل الصحراء، أهل الصحراء مغاربة يعرفون ذلك جيدا. لا ينفي أن بعضهم يعني عاش مرحلة دوخة، ولكن ليرجعوا إلى وثائقهم هؤلاء وسيعرفون الحقيقة كما هي. ما فتئت تقنع الدول والمؤسسات بجدية المملكة المغربية ومصداقيتها وواقعيتها وواقعية مقترحها بمقترح الحكم الذاتي قبل فوات الأوان. فالمغرب لا يريد أن يهزم إخوانه، بل يريد أن يتصالح معهم، وآل على نفسه أن لا يؤذيهم، وهذا ديدنه على الدوام. وهذاك 11 يناير كان نتمنى باش الإخوان ديالنا في السنوات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم يستفدوا منه، ويوجدوا تبارك الله راه الإخوان يعني علماء ومؤرخون، ويوجدوا محاضرات ويجمعوا الناس ويشرحوا لهم ويوضحوا لهم. ودابا ولا عطلة، هذا عطلة ما لا يفيد شيئا. أنت السياسة الإخوان ماشي هي تبقاو تسناو المجلس الوطني من العام للعام وتجيو تشوفوا عبد الإله اش غيقول. راه عبد الإله غير واحد المواطن بسيط بحاله بحالكم أو تقريبا، وإن السياسة هي ما تفعلونه في بيوتكم وفي أسركم وفي مجتمعكم وفي يعني مراكزكم. واحد الأخ قال لي السعودية أنا لا أفهم أن المراكز ديال الحزب تكون فارغة نهار السبت والأحد، شنو قاش أنت تدير؟ وإحيائها كل سنة فهي ملك للمغاربة الأحرار جميعا، كما لا يفوتنا أن نهنئ أنفسنا بالسنة الأمازيغية التي يحتفل بها المغرب لأول مرة. حتى شيخ وان صفطوا لي شي ورقة هنا قال لك ما عندك تنسى السنة الأمازيغية، ما نسيتهاش من البارح. حصيل الله يسمح لكم بها المغرب، ولكن كل واحد يحتفل بطريقته. أنا ما كنمشي شيء التي يحتفل بها المغرب لأول مرة بمبادرة من جلالة الملك الأمازيغي الأم والعربي الأب، الذي يجسد وحدة وتلاحم هذه الأمة. فلا السنة الأمازيغية ولا غيرها سيكون سببا للفرقة بيننا، بل بالعكس غادي يحتفل بها المغاربة جميعا بمبادرة جلالة الملك، عنوان على وحدة الأمة المغربية والتفافها حول دينها وإمارة المؤمنين. على كل حال غير قولوا لي واحد القضية، المدارس العتيقة اللي كتدرس العلم والكتاتيب القرآنية وأئمة المساجد وهادشي كله منين كان كيجينا بالدرجة الأولى؟ منين؟ من عند العرب ولا من عند السلوح؟ صافي والله يهدي العرب حتى هما، راه هما بداو كيتحصلوا ها؟ كيفاش؟ لا انتوما الصحراويين كلكم اخوان، غير اللي تخربق مع هادو ديالنا هادو، شي وحدين تخربقوا، ما انتوما اخوان في الحقيقه، انتوما كلكم العيالات ديالكم بالحجاب، هذا هو الفرق بين هادو اللي هنا والداخل. انا قرويين؟ ودابا القرويين عاد غتحتاج نهضر عليها. القرويين هي كتهضر عليا.
حصيل القرويين، كانت القرويين، القرويين ومدينة فاس، قال فيها الناصري رحمه الله: أهل فاس مخ رعية السلطان. القرويين كانت هي الجامعة ديال المغرب، وهي أول جامعة في العالم. ولكن هذا الشيء ما كانش فيه التنافس، لا هذا الشيء ما كانش فيه التنافس، ولكن بمناسبة السنة الأمازيغية لا بد أن نعترف أن منطقة سوس كان فيها أكثر من 200 مدرسة علمية، وباقي لدابا. والعجيب الغريب الذي لا يخطر لكم على بال، ما دام جبتوني من الهضره قلتي غتنبشني، ماشي انت غير في يخطر باش ينبشوني. هذه المدارس العتيقه الان ما تزال الى الان. المغاربه كلهم كانوا هكذا الاخوان، ماشي كلهم اسمحوا لي، ولكن هذه المناطق كانت متميزه. ولهذا الامازيغ ديال المغرب هم امازيغ اول حياتهم وقناعاتهم وعقائدهم وايديولوجيتهم هي الدين، وكل من جاءهم بغير هذا الطريق لن يجد عندهم سبيل. والى حد الان كل المحاولات التي حاولت ان 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 ان, أن, أن تستفزهم وتنحرف بهم في طرق اخرى كما وقع في بعض الدول لن تفلح، وخصوصا ان بلد لا يحكمها امير المؤمنين الذي هو حكم بين القبائل وحكم بين الحساسيات وحكم كل واحد عنده المكانة ديالو. مرحبا به، هو نيت اللي صيفطنا باش يحتفل مع أخنوش. لا علاش ما فهمتي؟ واش سهل، أخنوش صافط لي قال لي غتجي تحتفل معنا بالسنة الأمازيغية، عيط على الداودي، قلت له كلفت الإخوان عيط على الداودي، كان مسكين مسافر رجع له وداك الشيء بالصحة والراحة ودا السيد. إذا لقيتي شي حاجة ما عجبتك شي غمض عينيك شوية وصافي. والتفافها حول دينها وإمارة المؤمنين وأخوة العناصر المكونة لها عبر تاريخها الطويل والذي لن يتغير ما دامت على وجه البسيطة. كما أننا اهتممنا بالغ الاهتمام بورش إصلاح المدونة، مدونة الأسرة، منذ الإنذارات الأولى للتهجمة على مرجعيتها. راه هادشي هذا يلاه عاود ثاني قلتي لي أجل هاد كنت غنقول لكم لهاد التمارة وحشمت أجل هاد المهمة، هي تمارة في الحقيقة خصوصا في هاد السن وفي هاد الظروف وفي هاد الوضع الجسدي وفي هاد المستوى الصحي، ولكن شي بس ما كاين إن شاء الله، إن شاء الله يأتي الله بالفرج متى يشاء. منذ الإنذارات الأولى للتهجمة على مرجعيتها الإسلامية، لأنه واحد الوقت مبكر عاوتاني نضو لنا المساواة في الإرث، العلاقات الرضائية، يعني إلغاء الصداق، ما نعرف شنو إلى آخره. منذ ذلك الوقت وأنا كنغوت، أنتم عارفين متبعين هذا الشيء، من اللقاء الأول ديال ابن ملال باش مشينا نأسسوا الجهة، فهمتيني ولا لا، التي قادها مكون في الحكومة وسيدة رئيسة منظمة وطنية لحقوق الإنسان قبل أن يتولى جلالة الملك الموضوع ويؤطره بقيم الإسلام السني المالكي وعبارته الخالدة التي يؤكد فيها أنه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا، وحرصه على توفير أسباب تماسك الأسرة وصلاحها وتوازنها. ولقد أقمنا لهذا الورش ندوات داخلية وأصدرنا وثائق وبيانات وكتيبا توضيحيا يرجع الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى للسي مصطفى الخلفي، لا بد أن نذكر بهذا، ومذكرة رفعناها إلى اللجنة التي أسسها جلالة الملك للنظر في مقترحات الأطراف. ولئن كنا متفهمين لبعض المطالب الحداتية التي عودتنا عليها بعض الأحزاب السياسية التقدمية، احنا كنناقشهم وغنناقشهم، وبعض الجمعيات النسوانية، إلا أننا فوجئنا بمذكرة مارقة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان. اسمحوا لي أنا هذا الشيء عندي الضبط فيه على قد الحال، ورئيستها التي لم تراعي مرجعية الأمة الإسلامية، مرجعية أمتنا الإسلام، أمتنا المرجعية الإسلامية لأمتنا الإسلامية، ولا التأطير الملكي. وهذا هو العجب،
هذا هو العجب، للتأطير، للتأطير الشرعي وللتأطير الدستوري وللتأطير الملكي، ولا مصلحة الأسرة الحقيقية ولا الرأي العام الوطني الذي ما فتئت استطلاعات الرأي تؤكد تشبته بمرجعية الإسلامية. دابا هاد الناس هادو كانوا كيقولوا الديمقراطية، كانوا كيقولوا الديمقراطية، ولكن اللي جاوا لهادي ما كاينش الديمقراطية، الشعب كله يقول المرجعية الإسلامية، وما تيقول لك لا المساواة الميكانيكية بين الرجل والمرأة، والتي ستكون ضحيتها المرأة أولا والأسرة ثانيا والرجل ثالثا والمجتمع أخيرا والدولة في النهاية. عقلوا على هذا الكلام تنقول لكم، من هو منسوب في الأصل وليس أهلا أن ينسب في الحقيقة الاشتراكية، يعني يتنكر لمرجعيتنا الدينية والدستورية والملكية والديمقراطية عن جهل. هذا الشيء اللي كيقولوا إذا كان فيه خير إحنا الأولين نوقع عليه بالدين وبرجلنا، يقنعونا إحنا قنعناهم. نقول لكم الحقيقة، إحنا هزمناهم، هزمناهم، انطلقوا في هذه المرة مهزومين. ما نتكلمش على جلالة الملك، نتكلم غير على واحد اللقاء، لأن جلالة الملك حسم الموضوع. نتكلم غير على واحد اللقاء عقدوا في بوسكورة في يعني مقر المحامين ليتحدثوا عن مستوى في الإرث، فلم يحضر إليهم أحد، وفي الأخر صوروا رؤوسهم 11 ولا 12 الواحد ووحدة من المخلوقات، نتنوا لله بطبيعة الحال. تذكرت جريدة الأحداث المغربية فلتات اليوم اللي كنت كنتكلم على فلسطين، ما عرفتهم واش غيراجعوا، واش عندهم الحياء باش يراجعوا كلمتهم أنهم جميعا إسرائيليون وأنهم ما زالوا متشبتين بإسرائيليتهم، وخصوصا زعيمهم الذي علمهم السحر. قلتينوا لله واش غنقول لهم؟ إلى رجعتيو راه هذا هو الصواب، الرجوع إلى الحق فضيلة. أنتم شتيو صحابكم اللي كنتيو كتعتزوا بهم اش كيديروا؟ شنو هادو يكونوا وحوش؟ شنو يكونوا؟ شنو يكون هادو؟ تجاوزوا الوحوش. ولا الرأي العام الوطني الذي ما فتأت استطلاعات الرأي تؤكد على تشبته بمرجعية الإسلامية، وذهبت تستخرج أحكاما تقترحها على اللجنة نابعة من مبدأ المساواة الميكانيكية بين الرجل والمرأة ومطالب المنظمات الدولية الغربية التي تفككت فيها الأسرة. دابا قال لك ما قريبة غير تادلة، ما بعيدة غير تادلة، اللي كان كيقول لنا السياتي الله يجزي بخير، ما قال لك ما سبعة الحمير واجدة، فهمتي ولا شي واحد قال له ما نقدر ننقص سبعة الحمير، قال له سبعة الحمير نجدهم دابا وننقصهم. هذاك الشيء اللي كاين، إذا كان شيء هنالك شوفوا غير هاد الناس هادو اللي داروا هاد الشيء شنو وقع، شوفوا الأسرة الأوروبية، شوفوا الأسرة الفرنسية، انظروا إليها كيف تفككت، بل وصلوا إلى درجة أنهم يعني يشرعون ماشي يسمحون، حيث الفرنسيين ما كيديروش فيهم، ولكن الفرنسيين أصبحوا يسمحون قانونيا بزواج الرجال بالرجال والنساء كأي زواج هذا، وهو الرجال بزواج الشواذ فيما بينهم. وإن كنا نعلم أن هذا التوجه المارق لا يمكن أن يجد له منطقا في دولتنا الإسلامية العريقة، فإننا نطالب هذه السيدة أن تراجع مذكرتها، ولا تنسى أننا دولة إسلامية ملكها أمير المؤمنين قامت على الإسلام والمذهب المالكي منذ قرون، وأن ما تدعو إليه إن أخذ به لا قدر الله لا يهدد الأسرة فقط، بل يهدد المجتمع برمته والدولة ككيان، وإلا فلتقدم استقالتها ولترجع للمجتمع لترى هل سيسمع منها اجتهاداتها الشادة. أما استغلال المناصب الرسمية للدعوة لإيديولوجيات عفى عليها الزمن وخربت شعوبا وأمما، فهذا ما لا يمكن للمغرب أن يقبله. أيها الإخوة والأخوات، وبغض النظر عن الظروف التي أوصلت هذه الحكومة إلى مواقع المسؤولية والمؤامرة التي أجهضت إمكانية النهضة التي مهد لها الربيع العربي سنة 2011، والحكومة التي انبعثت عنها والتي لأول مرة في تاريخ المغرب فاز بعدها حزبنا بما يشبه الأغلبية المطلقة في مختلف المدن سنة 2015، وقدم 125 نائبا برلمانيا سنة 2016، وما عقبها من مؤامرة قادها رئيس الحكومة الحالي
لإجهاض هذه الهبة التي كان من الممكن أن تسير بالمغرب بعيدا، لأن أول شيء وقع في تلك المرحلة أن تصالح الشعب المغربي مع سياسيه، وبدأ يتبع اشتياقه لرئيس الحكومة، وبدأ يسمع للمعارضة، وبدأوا الناس يدعوا مع الملك في الداخل والخارج، وتبدلت الصورة ديال المغرب. فهذو العفاريت والتماسيح حلفهم ما يخليوا هذا الشيء يدوز. لإجهاض هذه الهبة التي كان ممكن أن تسير بعيدا، والتي عقبتها حكومة ترأسها حزبنا صحيح ولكن لم تكن له اليد العليا فيها، مما أوقعنا في أخطاء تكاد تكون قاتلة، ومهد الطريق للحكومة الحالية التي كان رئيسها موعودا منذ فترة. هذا الشيء أنا شاهد عليه، هو قالوا لي تيسحب لكم غير تنجيون بدنا، التي كان هذيك الساعة أنا باقي رئيس الحكومة، وتقول لي 2021 أنا اللي غنكون رئيس. كنضحك معاه تنقول له أنت باغي تولي رئيس الحكومة، تقول لي لا حتى 2021 موعودا منذ فترة بها، فإننا تساهلنا في بدايتها ودعونا إلى إفساح المجال لها، واخا هادشي كله، واخا التمرة، واخا قلنا سيدي شي بس ما كاين خليونا نشوفوا. طولت عليكم ياك، قريب ما بقاش بزاف، ماشي لاباس فيها بس. ايوا صافي، وهنية عليا اللي هاد السيد هذا عجبوش كنقول. منذ فترة فإننا تساهلنا في بدايتها ودعونا إلى إفساح المجال لها لنرى إن كانت ستصل إلى شيء في صالح الوطن، لأن المهم عندنا حنايا هو مصلحة البلاد. إلا كانت هذه الحكومة غتكون بحالنا ولا أحسن منا، مبارك مسعود. وها نحن اليوم على أبواب نصف الولاية لنرى أن التخبط وسوء التسيير وهزالة التواصل هما عنوان مقاربة هذه الحكومة، مما أدخلنا متاهات مباريات المحامين والإضرابات الغير المسبوقة لقطاع التعليم. هذه راه مصيبة هادشي اللي وقع في التعليم، وكل شيء هادشي هذا غير سوء التسيير. ونقول لكم واحد القضية، ما كانوش محتاجين لتا حاجة من داكشي اللي داروا، لو كان عرفوا يتصرفوا ويتصلوا اش داروا بعدا. هادو اش كيديروا دابا هاد الحكومة؟ من الأمور اللي كيديروا الغريبة أنهم تيشوفوا شي واحد اللي غادي يوقف وجههم تيحاولوا يمشيوا يشريوه. مشاو شراو الصحفيين، ولات الصحافة كلها معاهم. كان واحد الصحفي صاحب معايا أنا واحد شوية، وتيدافع عليا، واخا هو ما كيبان ليش لوجه الله، ولكن نقول لوجه الله. المهم ما كان كيدافع عليا بدون مقابل، أنا ما كان أعطيه ما عندي ما نعطيه، احنا في الضيلة. وكيدافع عليا بعض المرات ماشي دائما. ملي اتصلوا بيه ما بقاش كيتصل بيا نهائيا، كلها شروها، مشاو للنقابات. شاو النقابات بقاو، هاد النقابات غادي يوقفوا في وجه القانون الاساسي، بقاو تيتفاهموا معاهم انتوما، على الله اش داروا هما وياهم. المهم وقعوا معاهم، غير خرج داك الشيء اشتعلت العافيه. فين النقابات؟ وين مساكن هذوك الناس اللي مشاو كيمثلوا النقابات اللي وقعوا؟ ولاو تيبانوا بحال جايين من مارس ولا من فينوس، ما كيسمع لهم حد، ما كيدافعهم حد. اسي عزيز، الخصوم ديالك والمعارضين ديالك راه ماشي هما اللي تيخلقوا المشاكل، هما غير كيتكلموا عليها، تيخصك تسمع لهم. ولا كان فيهم شي واحد بان لك باندي تزل عليه، ولكن الا كان انسان معقول خصك تسمع له. المشاكل اللي غتكون حقيقيه راه غتنشئ لك تنسيقيات. اشنو هي التنسيقيات؟ الله اعلم، هي مجموعات لا يعرفها احد ولا يعرفها منا احد. فهمتيني ولا لا؟ كتبان هنا وهنا 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 وهنا، وتطلب تقاومك، ومهما عملتي مع النقابات ما كترضاش، وبقي مستمرة وضاعت علينا شحال من شهر الإخوان؟ ثلاثة أشهر. واش كتعرفوا شنو هي ثلاثة أشهر؟ واش كتعرفوا شنو هو النهار ديال التعليم الإخوان؟ 70 مليار ديال الدرهم كتمشي لنا مع التعليم، قسموه على 300 ماشي 300 يوم، على 240 يوم ديال الدراسة في السنة كتكون، وغتشوفوا كل نهار بشحال كيطيح. اليوم كتعطي كتعطي كتعطي، فلأن واحد الوقت الحكومة ديال عبد الإله بن كيران وفرات لها الميزانية ديال هاد الشيء هذا. لما وقفنا الدعم على المحروقات باش ولا عندها ميزانية تقدر تعطي بها يمنة ويسرة، ولكن ماشي فين ما وقعت شي مشكلة رجع للعدالة والتنمية. شحال من عام غتبقى تتكرر؟ ما خفتيش الناس يوم ناش؟ واش بغيت تعرف الناس اش تيقولوا اليوم؟ تيقولوا ملي مشى ملي خططنا العداله والتنميه ضربنا الخلع. كاين هادشي الاخوان ولا ما كاينش؟ ما بغيتش نقول لكم واحده اخرى. واحد قال لي اللهم 100 بن كيران وبن كيران ولا اخنوش واحد. خليونا
ما نعرف حتى الجفاف وكذا ربما كي تيظنوا اننا نحن اللي مسؤولين عليه. ايه بقات لهم غير المخدرات هذه الجواب صعيب يقولوا بلي حنا اللي ما 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 كي لا يظهر انني لا انا لن تكنتناول المخدرات الحمد لله ولا الاخوان هذو الحمد لله. انت اللي ما قلتهاش انا نقولوها انتوما. طبعا انا كنظن باللي خص يرجعوا الموقفين. شنو هذا الشيء؟ هذه اخطاء دارتها الحكومه بسوء التسيير ديالها خصها تعالجها. الا كانوا الدراري اليوم رجعوا يقراوا انا كنقول للمعلمين خصهم يمشيوا للاقسام ديالهم بركه. راه كاين شي حاجه حتى الا طالت كتفسد. دابا ولينا في الخسران جميعا والحكومه خصها تسامح مع هاد الموقوفين. صافي الله يجعل البركه. يزينون القبيح ويدفعون للمهالك. بطبيعه الحال ان انتقاد الاوضاع لن يعمينا عن تتمين ما تحققه بلادنا من انجازات، ومنها انتخاب بلدنا لرئاسه مجلس حقوق الانسان رغم محاوله خصوم وحدتنا الترابيه الذين لا يكفون عن منازعتنا مع الاسف الشديد. ومع ذلك فنحن نميل الى بذل جهد اضافي في تكريس الحريات والديمقراطيه وحقوق الانسان في مجالات الراي والصحافه، وندعو الى مصالحه تسمح باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين انطلاقا من اعمال مبدا العفو الكريم الذي هو من اختصاصات جلاله الملك حفظه الله، وباعتبار ان هؤلاء المدونين والصحفيين قد قضى معظمهم في السجن ما يكفي ان كان لابد من السجن. اننا نتاسف لعدد من التراجعات لم نكن حتى في حاجه اليها. فما معنى احداث لجنه لتدبير قطاع الصحافه والنشر عوض هيئات منتخبه؟ باش تفهم هادشي. ان التحكم الذي يتخيل انه من خلاله سيهيمن على مصادر الخبر سيلغي دور المعارضة هو وهم يوشك أن تكون لو أخم العواقب، فضلا عن محاولة شراء ذمم كل الصحفيين. كما شكلت المصادقة على القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات. كلكم كتعرفوا هذا الشيء الأخ الإخوان تيديروا هذا الشيء في البيانات وكيشرحوا في الندوات الصحفية. الجماعات المحلية حيدوا لها الصلاحيات وعطوها لشركات جهوية ضدا عن الدستور. احنا دابا هذا الشيء ضده في الاصل وضده قانونا، وهؤلاء لم يراعوا لا هذه ولا تلك، فضلا عن فضيحه منع مجموعه من النشطاء من تسليم مذكره لرئيس الحكومه لالغاء اتفاقيات التطبيع، وهو ما يسيء لصوره بلادنا وما حققته في مجال حقوق الانسان. انا في الحقيقه هذه تعجبت منها. تتخافوا من عمل حضاري؟ تتخافوا؟ شو هو مشكلتكم؟ قديتي تجاوب جاوب، ما قديتيش تجاوب شوف هذوك يعاونوك، ما بغيتيش تجاوب ولكن ما تاخذش الورقه. علاش ما تاخذش الورقه؟ واش قدر المستطاع ماشي تمنعوا 10,000 او 20 او 15,000 او 12,000 من المواطنين باش حتى يصلوا اليك؟ شنو هذا الشيء؟ هذا الضعف بزاف. ولا كان ضعيف الانسان يمشي يتخبى ويكون في اللوصف راحته وجده لشي رئاسة الحكومة ولا هم يحزنون. ذات الجسيمة التي عرفتها بلادنا هذه السنة مصيبة زلزال الحوز، وإن كنا نتمن عاليا التضامن الشعبي الذي عقب هذه المحنة ورفع رأس أمتنا بين الشعوب، فإننا نشيد بالقرارات الملكية التي بادرت إلى تضميد الجراح بكل ما قامت به مؤسسات الدولة من أول يوم بتوجيهاته. الحكومة ولدت بإعاقة خلقية عنوانها زواج البال بالسلطة، وهو ما منع من أن تدبر شؤون الناس انطلاقا من مراعاة مصالحهم، فهي تتعارض مع مصالحها. فالاستثمار لا يجد سبيلا إلا إذا كان في الغالب استثمار بعض أعضائها، والغلاء شمل كل شيء تقريبا. أنا نقول لكم واحد القضية، أنا ما متفقش مع هذا الشيء اللي كيتقال على الغلاء، ولكن اللي ما متفقش معه بالخصوص هو الحكومة الطريقة باش كتدبر هذا الشيء. مرة ما تعطيش 10 دراهم تقول 2 دراهم، مرة خاصك تخرج عند الناس تكلم معاهم بصراحة ووضوح، وخصوصا المحروقات. سمحوا لي الاخوان، انا اللي درت يعني التحرير ديال، ولو كان ما درتش التحرير لو كان الدوله ديالكم وصلت لفايت. ولكن اين هي المشكل دابا؟ هذا الشيء هذا ولا الانتابيت؟ انا هذا الشيء سمعته من الناس محترمين اللي كيعرفوا اش كيوقع في البلاد، بانه وقعت توافقات بين الشركات باش داك الشيء اللي ضاع لهم من خلال يعطيو الاوراق وياخذوا الفلوس
يمشيوا ياخذوه بالرفع من ويبينوا باللي كاين تنافس ديال 4 دريال و6 دريال و8 دريال في الليتر. هادشي سمعتو، ولكن دابا مجلس المنافسه اثبته. اسمع مزيان السي خلوش تنقول لك، نهار اللي تكلمت الاخت بناني سميتها، لا ماشي موني بنتوما، موني بدات لكم عقلكم، سليمة بناني، سليمة بناني، سليمة بناني، النهار اللي تكلمت قالت راه ما عنديش الوسائل باش نضبط هاد الفلوس اللي كيديو هاد الناس من المقصه واش حقيقيين ولا لا، وما كان ما عارفاش كيفاش ندير باش نضبط الاثمان. قامت قيامه اخنوش عليها، دار حرب حتى خرجت مسكينه من البوست ديالها، وهي كانت تستحق داك البوست هذاك. هذه هي الحقيقه، ديروا اللي بغيتي. بغيتو تحكموني، انا موجود على هذا الشيء، انا كنت رئيس ديال الحكومه وعارف اش كنقول. علاش هي غير قالت هذا الشيء نتين ولا، ولكن تبنى على هذا الكلام كلام. ومن اللي حرمنا هذا الشيء انا بقيت كنشوف هذاك المقصه يعني فرصه لسرقه اموال الدوله. قلت هذا الشيء ما ينفع معايا الا نقطع هذا الراس بحال واحد الكلب. قلتها لكم هذه القصه وعاودتها لكم وغنبقى نعاودها لكم لانه كيظهر حتى انتم كتنساوا.